تخفق الأفئدة حين تصل إلى ساحة السوق التاريخي في العاصمة البوسنية، فهنا قلب سراييفو. يضم المكان الكثير من الصروح العثمانية، من أشهرها سبيل بناه وزير البوسنة محمد كوكافيتسا منتصف القرن الثامن عشر. قبيل إتمامه عامه المئة تعرض السبيل لحريق أتى عليه. أعيد بناء سبيل آخر صممه المهندس النمساوي المجري ألكسندر فيتيك، واستلهمه من تصميم ضريح المعماري سينان في إسطنبول. هو أمر لا تعرفه إلا القلة. هذا السبيل رمز لمدينة سراييفو، وقد شيد نموذج مشابه له في مدينة بورصة التركية. من اللافت وجود نماذج أخرى له في العالم، في أمريكا مثلاً وفي بلغراد أيضاً. هناك سبيل مشابه كان هدية قدمتها سراييفو لبلغراد قبل الحرب. إذا قادتك السبل يوماً إلى سراييفو، فساحة السبيل المعروفة أيضاً بساحة الحمائم خير مكان تستطيع الجلوس فيه لنيل قسط من الراحة واحتساء فنجان قهوة، ومكان مثالي للقاء من تشاء. فالساحة أشهر من نار على علم، وهي بوابتك إلى سوق عثماني ترجع جذوره للقرن الخامس عشر. شهد السوق التاريخي نقلة نوعية في عهد غازي خسروبيك، أبرز من حكم البوسنة في عهد العثمانيين الذين دخلوها عام 1463، وأدخلوا معهم رؤية جديدة غيرت البنية المعمارية لمدن البوسنة. جاءت الإمبراطورية العثمانية بفلسفة جديدة لإنشاء المدن لم تكن معهودة من قبل. فحين تقلد غازي عيسى بيك إسحاقوفيتش مقاليد الحكم في المنطقة سنة 1463، بنى قصرا ليكون مقر إقامته، ومسجدا كان الأول في سراييفو، وسمي مسجد السلطان الفاتح. بدأت تبنى حول القلعة البيضاء في المدينة بيوت ذات طراز معماري فريد. شيئاً فشيئاً أصبحت سراييفو تتخذ طابعاً معاصراً، إذ أنشئ فيها سوق مسقوف وحمامات ومدارس واستراحات للقوافل وسبل ماء. لم يقتصر الأمر على سراييفو، بل شيد خلال العهد العثماني العديد من الجوامع، منها جامع غازي خسروبيك القريب من السبيل. وانتشرت في جميع المدن البوسنية تقريباً الخانات وأبراج الساعة، فضلاً عن المئات من سبل الماء لتروي ظمأ جميع العابرين من بشر أو طيور وحيوانات. وفي سراييفو سبيل يقال إن من يشرب من مياهه تكتب له العودة إلى المدينة أو الزواج من أهلها. رغم الحرب التي عاشتها البلاد في التسعينيات، حافظت سراييفو على طابعها التعددي. في هذه المدينة شيء من كل شيء. السبيل الذي نحن أمامه الآن رمز لهذه المدينة بما فيها من أناس ينتمون لثقافات وأديان مختلفة. سراييفو نقطة التقاء، السبيل يجسد ذلك بوضوح، فحوله يتحلق البشر وإليه يأتي الطير والحيوان، وهذا المكان وجهة يقصدها السياح. سراييفو هي مسقط رأسي ومدينة المعشوقة التي أهواها، وأتمنى أن أنهي حياتي فيها كما بدأتها فيها.
بدأ الحكم العثماني للبوسنة والهرسك منتصف القرن الخامس عشر وانتهى في القرن العشرين، وعلى مدى تلك القرون توطدت علاقات راسخة بين الجانبين ما زالت آثارها باقية إلى اليوم. يحيط بالسبيل العديد من الجوامع والأبنية العثمانية، جميعها يشير إلى عمق العلاقات التي ربطت بين الجانبين منذ أول لقاء لهما عبر التاريخ وإلى اليوم. مروة دغستاني بارسيك، تيرت عربي، سراييفو.